وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. مساء الخير دكتور عبد الرحمن، لو توضح لنا أهمية هذا القرار وآلية تنفيذه من خلال موقعكم في المجلس الأعلى للشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذا اللقاء، واسمح لي بداية أن أرفع خالص الشكر والتقدير إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، مناسبة تفضل جلالته بإصدار قانون الاحتراف الرياضي الذي يدل دلالة واضحة على المساحة الكبيرة التي يحتلها القطاع الرياضي في فكر جلالته الحريص دوما على تهيئة كافة الأجواء المثالية أمام منتسبي هذا القطاع من أجل تحقيق التطور الفني والإداري والإنجاز. وكما نشيد أيضا باهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من خلال تضمين برنامج الحكومة للعديد من المبادرات الرائدة تجاه القطاع الرياضي، ومن بينها تطوير التشريعات التي تجعل الرياضة تسير في طريق الاحتراف في مختلف كياناتها وتتحول إلى صناعة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأيضا لابد أن نثمن جهود سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ ومتابعة الاستجابة في سبيل إقرار قانون الاحتراف الرياضي ورؤية سموهما الثاقبة في وضع الأطر اللازمة لإصدار هذا القانون الذي سيتشرف المستقبل سيشرف المستقبل للحركة الرياضية. وأيضا لابد أن نشيد بشركائنا أعضاء مجلسي الشورى والنواب وحرصهم الموصول على التعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة من أجل إعداد مشروع قانون الاحتراف الرياضي والمضي به حتى أن تم إصداره من قبل جلالته. طبعا مثل ما تفضلت، يعني أهمية هذا القانون الاحتراف، يعني أكيد هناك يعني فترة طويلة احنا في انتظار مثل هذه القوانين اللي راح تنظم المنظومة الرياضية وتساهم في التطوير الرياضي. في المقام الأول سيتم حفظ حقوق اللاعبين وأيضا الجهات المتعاقدة معهم، وأيضا راح يساهم في خلق نظام مؤسسي يضمن الحد من الديون وضياع الحقوق، وأيضا راح يساهم في صقل والمحافظة على المواهب الرياضية وأبرازها. وأيضا هناك يعني أمل على أن يكون خلق نوع من التنافس عند اللاعبين لإقناع الأندية ومواهب بالمواهب اللي يمتلكونها ورفع مبالغ التعاقد معهم، وأيضا راح يأثر على ويشجع الاستثمار بالأندية نظام الإعارة ونظام بيع اللاعبين. طبعا هذه راح يساهم في رفع الاقتصاد الوطني. نعم. وأيضا راح يساهم في تحقيق كثير من الإنجازات، وراح أيضا يكون لنا الريادة في المنطقة بأن احنا مثل هذه القوانين والتشريعات موجودة عندنا وهي اللي راح تساهم في التطوير الرياضي. احنا اليوم نتسيد كثير من الألعاب على المستوى الدولي. نعم. وعلى المستوى الأولمبي، وبمثل هذه القوانين راح بإذن الله تعالى نحافظ على هذه المكتسبات، وأيضا راح يساهم في أن احنا نكون متألقين في باقي الألعاب فنيا وإداريا. نعم، آملين دكتور أن يعزز هذا القانون من تحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين. سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.